اللي هي كاتباهولك ده معناه ان عندك مبادئ ضمور في الرحم. ضمور؟ ايوه. بيعمل ايه ده؟ بص، هو لحد دلوقتي ما بيعملش حاجه، بس ده لو ما اتعالجش صح هيأثر على الحمل. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مش هخلف؟ يا نهار اسود. طب هي ما قالتليش ليه؟ سابتني على عمايا ليه؟ يعني انا مش هخلف يا احمد؟ هبقى بور؟ ماليش طرحه في بطني؟ لا يا ميس، انا اقصد ان تقصد ولا ما تقصدش؟ انه ليلى بقى اللي كان السبب. انا لا عايزه ادويه ولا غيره. الشافي هو ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. ايه كنت فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانا قلت حاجه غلط؟ كنت فين؟ كنت في الشغل طبعا، ما انت عارف. وبعدين البرنامج خلاص فاضله ايام ونبتدي. برنامج ايه لحد دلوقتي؟ وبعدين ينفع يعني القمر ده يدخل متاخر كده؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، ما تشتغليش بقى من اولها، احنا لسه على البر. لو مش عاجبك قول لي. ليه كده يا بت؟ انا خايف عليك. بت، بص يا حبيبي بقى كده من اولها، انا مش ميسه مقدمه مشققه من التين والشوك عشان تفرحها بكلمه يا بت دي وتطير بيها من الفرح. انت غيرك بيقولوا لي يا ايه هين، وانا عذرك طبعا انك مش هتعرف تقولها ولا تنطقها حد، بس طالما ما بتعرفش يبقى تتعلم. ثانيا يا صلاح، حط على قلبك مروح وما تخافش، عشان اوعي لنفسي كويس قوي. يا بنت انا بحبك، هو حد لاقي؟ ده انت المفروض تفرحي ان في حد خايف عليكي وتنبسطي. بقول لك ايه، انا مش عيله صغيره ولا اتبسط بالكلام ده، وانا ما بحبش الخنقه، وانت عارف كده كويس. هتحبكها عليا هتعبك. ولا حبكتها ولا عملت حاجه، ده هما كلمتين يا بنت الناس. هما الكلمتين دول بقى بالذات بيقفوا في زوري. اتاخرتي ليه؟ رايحه فين؟ يا صلاح يا صلاح، انت لو بتحبني بجد وواثق فيا خليني اركز في شغلي عشان اكبر فيه. يا ست الهوانم، انا ما عنديش اي مشاكل، بس انت برضو ما تحبكيهاش في التاخير وفي النزول وفي المروح. ما بسش يا صلاح، انا لما اخترتك وافقت عليك اخترتك عشان انا واثقه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي. انت طموحه زيي وعايز تكبر وتعلى في شغلك، انت الوحيد اللي هتقف جنبي وتساعدني، وتساعدني بجد مش كلام. وانا عند وعدي وهساعدك بجد. طب لازمته ايه بس الوقفة والكلام ده؟ ملوش لزوم. يلا تعالى اوصلك. يلا حبيبي. يا عيون حبيبي. وصلني من شندي. ده حصل يا سيد؟ حصل يا معلم، بس قبل ما دماغك توديك وتسيبك اسمع مني الكلمتين الاول. ما بقاش فيها سامع يا ابن جدل. انا سبقت معاك بالخير، وانت بدل ما تقدرني لعبت من ورا ظهري وحطيت ايدك على بضاعه مش ملكك. سربعت اللسان بتجيب الغلط يا معلم. تعال شوف الاول بعد كده نتكلم. تعال. البضاعه بتاعتك في الحفظ والصون، ما انش عليا اخلع برصيبي لوحدي. الله، كان لازمته ايه تعمل ده من الاول؟ ما خلصنيش ارجع في كلامك معايا. اسمع يا سيد، انا ما رجعنيش غير خوفي عليك، كنت عايزك تكن وتخفى وفطمتك على اللي فيها. وانا قلت لك ما تقلقش عليا. تعالى بقى اركب معايا نتكلم كلمتين في الهادي. بخصوص ايه؟ تعالى بس. يلا ماشي يا سيد، لما نسمع اخر كلامك. خلاص يا يوني، ما بقاش ليا اسم في اي حاجه انا عاوزتها، لا منها طولت الراجل اللي انا تمنيته، ولا حتى جبت منه عيل يعوضني غيبته. يا بنت ما تفوريش على نفسك يخرب عقلك. مش احمد قال لك الحمد لله ان انت بخير؟ الدكتوره الموجوزه لما رجعت لها قالت لي ان انا لو اتاخرت بزياده مش هخلف. ومين قال بس ان انت هتتاخري؟ يعني انت شايفاها قربت؟ ما قدامك هو ايه وصلاح، اكتر اتنين في الحاره دنيتهم مش مولفه على بعض. ما هو متلموا، انا وسيد اللي مقسومين لبعض من واحنا صغيرين، ما يبردش حتى ناري. يا بنت ده نصيب، وكل شيء باهواله،
ولو وقفتي على راسك كده ما هيحصل اللي لما يجي. وليه انت بتهديني ولا بتقهريني بزياده؟ انا بوعدك يا هبله، مش كل اتنين الدنيا جمعت بينهم بيكملوا، ولا كل اتنين الدنيا وقفت ما بينهم بيعطلوا. لا حول الله يا رب. يعلم الله، يعلم الله ان انا بستمنى الخير للواد صلاح والبنت ايه. بس انت تنيتي خير تنيته، ما تعمليش بقى زي النسوان الطاقه وتركبي لي حد والدف كعب ده وتقولي اشمعنى. امال اقول ايه؟ اقول امين ورده بنصيبي؟ طب ما انت اهو قلتيها 100 مره. خدتي ايه؟ اديكي عايشه ومن غير ضل راجل ولا حتى عيل يسند خطوتك. عايزه انا ابقى زيك. حقك عليا يا اختي، والله العظيم ما اقصد يتقطع لساني. ايه يا بنت؟ ايه؟ شايفاني بضفاير؟ ولا مش علقة دمعتي على خدي واقولي حسرة قلبي؟ على فكرة انت معاكي حق، انت ما غلطتيش، انت قلتي الحق. بس انا غيرك، انا غيرك. انا مشيت ورا الدنيا، جريت وجريت وراها لحد ما فاتني اللي انت قلت عليه. بس انت غير كده، انت مثبته في فرحتك وحطوا لي بكره تقولي يا ودي قالت. يا معلم فؤاد، وش عاجبك ولا ايه؟ بحاول اقراك بس مغبشه. انت ليه هتغاوي صحابها بيني وبينك؟ ماشي يا سيدي، انا سهلها عليك، انا هحلك من حق البضاعه خالص، ايه رايك؟ لو ازاي يعني؟ هتاكلها كلها لوحدك؟ عيب عليك يا سيدي المعلمين، انا حقي خدته، حق البلد بقى، اصل مصر دي غلبانه قوي يا معلم. يعني في ايه؟ فادي النيل على حصين. العجل ريح. ثانية واحدة، أصحيه وأجيلك على طول. سيد، سيد، أهلا يا معلم فودة، ومنورنا بنفسك. أهلا، أهلا يا باشا. الحملة دي على إيه ولا مؤاخذة؟ رحب بيا نبيل. يا ألف مرحبا يا معلم، سؤال رفيع كده، هي العربية دي مترخصة قوي ولا عادي؟ قليلة. هتنسى نفسك ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ده احنا ليلتنا بيضة على بن. خالص الكلب. تعمل معايا كده بعد ما عفت عنك. ازاي؟ عشان طول عمرك واطي وبتعض في الايد اللي بتقابلك في سكتك وبتاكلها، وعشان كده ليلتك سود عشان وقعت معايا. يلا بينا. يلا. اتفضل يا باشا. معقول المعلم فوضى الاسمر ايه؟